يلا هرستنا يا دابا هذا راه مازال ما قاتلش العام العام ما قاتلوش ياك حالك كاك عام وشهر عام وشهر يعني مازال ما كملها هذاك الشيء اللي بغيت نقول لك انا نحاوليها في القهوه الاول لا نقاي كما كتشاهدوا الخوت خرجوا للتعبير هذا الحولي كيلو بزاف حاجه 80 ديال الحساب ديالنا تما شحال 80 عندنا في 69 درهم 5500 درهم عطاك حاولي اباكي حاولي الشريف عزل لك حاولي اخي 5500 درهم حاولي والله يا خويا عندك من هو
70 كيلو 4800 درهم 4850 درهم هو يعلموا المولاه الاخوان تقوم ب 4500 درهم 51 درهم اهو استاذ صافي عندي جويجات كتلعافي بها شحال من كيلو 85 لا صافي شحال من كيلو 61 كيلو داك عمرك 37 كيلو ها ها هذا 37 كيلو مضروبه 57 درهم ميرين وصادا اسباني ما هو حاجه قول لك انت غيبت لواحد اخر ادخل هنا وكلا رجعوا له لواحد صغير قال له ما سي قال له شنطه يوسف قلت له بغيت لك شي يلا واش عمور
هذا الاخوان 61 كيلو مضروبه في 69 درهم الكيلو. هذا شحال تقامل؟ شحال طاح؟ 65 كيلو. 65 كيلو مضروبه في 67 درهم. هذا شحال يمكن 36 و 37 37 اخوان كما كتشاهدوا معنا الحولي فيه 68 كيلو مضروبه في 69 درهم الكيلو عطاتنا 4700. دابا هذا ب 4700 درهم كما كتشاهدوا 94000 ريال. هذا مقيوم ب 94000 ريال حولي مقيوم ب 94000 ريال 4700 درهم هذا الحولي. هذا كيف ما كتشاهدوا معنا هو كيرشموه مولاه قبل بغاه صافي وما كيرشموه للدراري الله يتسخر. هذا 3600 درهم. اسمعوا خوت 3551 درهم. 3551 درهم تقامل.
اخوان كما كتشاهدوا هاد السلعه الله جات السلعه بدخلات رقيقه الصر ديال الرقيق هاد السلعه كما كتشاهدوا عاد دخلات المرجان مدينه قنيطره الصر ديال الرقيق كامل رقيق ولا داير القيلوله المليح البرقيه كما كتشاهدو الفوط نحاول يدير القيلولة نصورو ناس كيرتاح مع راسو